السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا فيكم أعزائنا طلاب الصف الثاني في منصة منهاجي التعليمية بمادة الرياضيات. معكم الأستاذ محمد عدنان الأحمد، مدرس مادة الرياضيات. رح نبدأ اليوم درس جديد مع بعض. درس بعنوان أورنتو أولشترانم. أورنتو أولشترانم أولشترانم يعني تشكيل أو تهيئة نمط أو استخدام نمط، يعني راح نشوف معناه لقدام، ولكن المعنى الخاص المعنى العام هو إيجاد نمط. المعنى الخاص يعني إيجاد رابط يربط ما بين الأشكال أو الأرقام. لنشوف إيش هذا الدرس. أورينيلم فنتعلم أشادك صورية صوريو غورسالة غوري جواب ليانس. وفق الأشكال التي هي في الأسفل فلنجيب على الأسئلة. إذا بنلاحظ نحن الأشكال هون عنا أشكال أقلام، عندنا 5 أقلام مختلفة الأشكال، ولكن بدنا نلاحظ نحن أسعار هذه الأقلام. ليرتين، إكيتيلي، بيشتيلي، سيكيستيلي، أومبيرتيلي، أوندورتيلي. إذا بنلاحظ نحن الفرق ما بيناتهم مختلف الشكل، ولكن كل ما اختلف الشكل زاد السعر 3 ليرات. فدرسنا أن تشكيل نمط أو إيجاد نمط أو رابط معين، فالرابط هو كل ما اختلف الشكل زاد السعر 3 ليرات، كل ما كان الشكل أفضل زاد السعر 3 ليرات. هذا المثال الأول. لنشوف نحن وش عم بحكي لنا عن درس. قلم فيها تلرنا نصل بيرديشم أولدونو سويلينز. إيشو صار الشكل، إيشو صار الاختلاف ما بين الأقلام؟ قولوا لنا الاختلاف. مثل ما ذكرنا قلم رصاص عادي ليرتين، قلم رصاص ولكن بلون مختلف يعني قلم ألوان أو شيء 5 ليرات، قلم ألوان عريض 8 ليرات، قلم حبر أزرق عادي 11 ليرة، قلم حبر من إذا بتشوفون من الأقلام تبع المدراء أو شيء 14 ليرة. يعني كل ما اختلف الشكل وصار وزادت الجودة زاد 3 ليرات من السعر. لنشوفون إتكين لكسبتي. مثل ما نحن متفقين إنه هاي بشكل عام تدريب أو نشاط يقام فيه بالصف، ولكن نحن بدنا نحاول نشتغل فيه عنا هون وفق الموجود الإمكانيات الموجودة. فعنا هون إلى ريمي جريمي، إلى الأمام أم إلى الخلف. طيب منشوف نحن أضم ويقول يضم، يعني فلنطبق خطوة بخطوة. صنف نزدة وناركيشيليك جروبلار ولوشترونس. بنجي على الصف، انتو هلا بالصف بتشكلوا مجموعات، كل مجموعة تتألف من 10 أشخاص. طبعا الأستاذ بده يعلمكم هيك. أوريتمانينيزن تهطية يزجا أورنتوية دكاتلة إنجليينز. يعني الأستاذ بده يكتب لكم سلسلة أرقام معينة، نمط أرقام معين، واللي هو هون كاتبين إياه. إذا بنلاحظ بلش من 15، من رقم 15، بعدين 18، بعدين 21، بعدين المفروض يكون 24، بعدين المفروض يكون 27، وهكذا. يعني عم يزيد 3 3. أورنتونون كورالنا بليرلينز، يعني إيش هو القاعدة اللي تبع الأستاذ؟ تبع بأن يزيد كل مرة 3، 15، 18، 21، 24، أو بالتركي حتى أومبيش، أونسكيز، يرمي بير، يرمي دورت، يرمي دي، وهكذا. أرتان بير أورنتو إسا بير أضم ونجه، بير أضم أنا. Çıkarak artış sayısı kadar ile çarpınız. Yani nihne binden sıf cem bağına katılıyor. Aşırı tıllıyor. Kil talib bir fa bi idur rakam 3. Ve listez bi sıri iddun. Aval talib 3. 3 asabi. İdur taniye 3. Sarı 6 asabi. Tani talib idur 3 asabi. Sarı 9. Ve hakeza listez bi iddut tıllıyor. Hon anna. Azalan biri örüntü ise bir adım geri giderek أزالان صيغ قدر الشاربنز. يعني الأستاذ بدل ما وصل هون مثلا لعند الرقم هون 12 15، بصير لو يتراجع 15 12 بالرجوع بيعد 6 3. هذا الأورنتو أرتان زيادة باتجاه معاكس أزالان بالنقصان. هذا النشاط هون عم بقلنا جروب أولراك تحتية تشكيب إتكلي أويجولانز، يعني الناس اللي شكلت هاي المجموعة بيطلع واحد بيكتب الأرقام هاي اللي طلعت مع الأستاذ. هذا النشاط اللي بيساوي
بالصف. بنشوف هون تطبيق للدرس بشكل عملي أكثر. أبينا aşağıdaki sayı örüntülerini inceleyelim. Kurallarını bulup yazalım. إيش هي القاعدة؟ بدنا نشوف نحن إيش هي القاعدة الموجودة اللي عم يطبقها بالتمرين الجاي وشلون طبقها. فإيش بنشوف نحن هون بالقاعدة؟ عنا الرقم 8 بعدين 10، بين 8 إلى 10 إيش ساوى؟ زائد 2. من 10 إلى 12 زائد 2، من 12 إلى 14 زائد 2، من 14 إلى 16 زائد 2. في هذا النمط من هاي السلاسل ايش عم يساوي؟ عم يزيد 2 في كل مرة. فايش عم يقلنا؟ أورنتو، الأورنتو هون أو النمط أو السلسلة هون أرترك دوامي دان سايلر دان أولوشيو، يعني بهذا النمط يتم زيادة الأعداد بشكل مستمر. طيب أورنتو كورال، كورالي ايش هي قاعدة هذا النمط؟ هذا اللي ذكرناه سايلر إكيشار أرتيو، الأرقام تزيد بمقدار 2، سايلر الأعداد أو الأرقام، إكيشار بشكل ثنائي أو عددين عددين، أرتيو تزداد. طيب النمط اللي بعده 7 10 13 16 19 22، birer tane uçar artıyor. Artı 3 o da artı 3 artı 3 وهكذا. يعني بنزيد 3. 7 زائد 3 10، 7 artı 3 10، 10 artı 3 13 وهكذا. فمش عبش عب انه هو قرنتو artarak devam eden sayılardan oluşuyor. يعني النمط يقوم بالزيادة بشكل مستمر، بالزيادة بشكل مستمر. طيب أورنتونون كورالي، قاعدة هذا النمط هو سايلر وشار أرتيو، الأعداد تزداد بمقدار 3 3 وشار أرتيو. فإيش في عندنا هون؟ 3 3 7 10 13 وهكذا. طيب بنشوف النمط اللي بعده، وصلنا هون 36 32، أو بنحكيها بالتركي مشان تتعودوا على التركي أحسن، 36 28 24 26 وهكذا. فنحن ايش بنلاحظ؟ الأعداد تنقص 36 ثم 32 ثم 28. فايش عم يقول؟ أورنتو النمط أزالرك، أزالرك بالنقصان دوامي دان سايلر دان أولوشيو، يعني يتم هذا النمط بالنقصان المستمر مع استمرار الأعداد. فالقاعدة أورنتونون كورالي سايلر دوردار أزاليو، النمط أو السلسلة تتم بالنقصان بشكل 4-4 بشكل مستمر بتناقص. شادو شلو، فلنجرب نشتغل في هذا التمرين القادم. شادو شلو فلنعمل. هون عم بيقلنا aşağıdaki sayı örüntülerini örnekte verildi gibi doldurunuz. Yani hadi anne temrin mahlul örnek verildi muata temrin mahlul gibi doldurunuz. Men hil hada mitlu. Sual bağlı mitlu. Örüntünün kurallarını yazınız. Ve kaide mitlu hay kaide namat ve kaide silsile menektibe tahit. Fesha bi'enne hon 35 39 43 47 51 55 59 63 67 ايش عم يصير عندنا هون؟ artıyor. Artıyor kaç? 4'er. فايش عم يقلنا؟ örüntünün kuralı 4'er artan örüntüdür. يعني النمط او السلسله تتم بالزياده 4 4. طيب بنشوف نحن هذا المثال نحن لازم نحله. 79 76 73 70 ايش حصل عندنا هون؟ ناقص 3 اكس 3 اكس 3 اكس 3 اكس 3 70 اكس 3 67 اكس 3 64 اكس 3 61 اكس 3 58
eksi 3 55. Örüntünün kuralı uçar, uçar. Azalan, az alan. Örüntüdür. طيب بنشوف اللي بعدها، القاعدة اللي بعدها هون. نحن حلينا هاي من حيل السؤال اللي بعده. أبي إنه 99 97 95 93 91 89. إيش لاحظنا هون؟ إكسي إكي إكسي إكي إكسي إكي إكسي إكي إكسي إكي إكسي إكي 89 eksi 7 2 87 eksi 2 eksi 2 ve hakkede. Başka bir ne var? Örüntünün kuralı. İşte hemen lahat. İkişer. İkişer. Azalan. Az alan. Örüntü. دور يعني يتم بالنقص أو بالتناقص اثنان. بنشوف الذي يليه، يعني الشكل اللي بعده أو السؤال اللي بعده. Aşağıdaki sayı örüntülerini tamamlayıp kuralını yazıp. فبدنا نشوف هاي القاعدة على إيش عم تمشي ونكتبها هون. بنشوف هو إيش عم يشتغل. فبنلاحظ هون عندنا 18 22 22 24 إذا artı 4 artı 4 26 artı 4 30 artı 4 34 artı 4 38 artı 4 42 artı 4 46 artı 4 50. İzen örüntünün kuralı 4'er artan örüntüdür. Örüntüdür. Tayyip, ben şu fili bağlı. 49 42 eksik 2 45 eksi 2 43 eksi 2 eksi 2 burada 41 olacak. Eksi 2 39 eksi 2 37 eksi 2 35 eksi 2 33. Mana hoş anne. Anlama. İkişer 2 şer az alan örüntüdür. Yani tüm القاعده هون بالتناقص 2 2. بنشوف الذي يليه، السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هون عفوا. هلا نحن عندنا 25 artı 3 28 artı 3 31 artı 3 34 artı 3 3 37 artı 3 40 artı 3 43 artı 3 46 artı 3 49 artı 3 52. Örüntünün kuralı kaide kem 3 4 uçar artı örüntüdür.
كورونتو دور، يعني العدد النمط أو السلسلة تتم بالزيادة 3 3. طيب النمط الذي يلي أو السلسلة التي تليها يتمشيكي أرت دورت أتمش دو سكيز أرت دورت أتمش دورت أرت دورت أتمش سكيز أرت دورت أفوان 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 إكسي دورت أفوان إكسي دورت. بس القاعدة اللي فوق كتبناها مشان ما نتركها كمان هون أوتوز دورت أوتوز يدي هون لدينا كرك ألتي هون لدينا أوتشار أوتشار أرتان أوتشار أرتان أورون تو دور. هاي عنا إكسي دورت عفوا كتبناها من شوي أرتي دورت هي خطأ إكسي دورت أطمش سكيز إكسي دورت إكسي دورت أطمش دورت إكسي دورت أطمش إكسي دورت اللي ألت إكسي دورت اللي يكي إكسي دورت كب سكيز إكسي دورت كب دورت إكسي دورت كرك. إذن هون عنا دور دار بشكل 4 4 أز ألان أورون تو دور. يتم هذا النمط بالتناقص 4 4. أورون تونون كورال دور دار أز ألان أورون تو دور. طيب السؤال اللي بعده أشياءك أورون تو لاردة غير الميان سايلر يزنس. إيش الأرقام اللي ناقصة بهي السلاسل أو الأنماط؟ ألت أون أون دورت ملاحظون زيادة 4 دورت أرت دورت أرت دورت أون سكيز أرت دورت يرميكي أرت دورت كاتش يرمي ألت أرت دورت أطوز أرت دورت أطوز دورت وهكذا. طيب ملاحظون السلاسل كانت لدينا الفراغات بشكل متفرق هنا متتالية نحن لا يفرق علينا ما في عنا أي مشكلة في أي خطأ ولكن فقط المطلوب منا من خلال السلسلة الأرقام المتتابعة نعرف كم هي الزيادة أو النقصان. هون عنا 86 87 إكسي أون عفوا 86 76 إكسي أون 76 66 إكسي أون. إذا إكسي أون 56 إكسي أون 46 إكسي أون 36 إكسي أون 26 eksi 10 16 eksi 10 6. بنشوف السؤال اللي بعده التدريب اللي بعده. هلا نحن وصلنا لهون كان عندنا هون كنا كاتبين اللي 6 وهون عندنا كرك 6 هون عندنا 5 10 10 5 معناها هون ارت 5 ارت 5 وهكذا 15 أرت 5 20 أرت 5 25 أرت 5 30 أرت 5 35 أرت 5 40 أرت 5 45. طيب السلسلة هو 20 25 30 35 نفس السلسلة السابقة بالزيادة 5 5 أرت 5 نفسها تماما 35 كرك كرك 5 50 55 60. طيب السلسلة هون عنا أرت 3 أرت 3 54 57 60 63 66 69 73 75 زيادة 3 3. طيب بنشوف السؤال الذي يليه شاب انه هون أشادكي أورنتولاردة في الأشكال في السلاسل التي في الأسفل بوزان كرال بوزان اللي عم يخرب السلسلة أو اللي عم يشرك السلسلة سايلر بولو إشارة لينز. أوجد الرقم اللي عم يساوي مشكلة بالسلسلة أو بالرابط
أو بالنمط وأشر عليه. طيب هون عنا إيش مكتوب؟ أوتو زيادة كركبير. أنا هون صار عنا كرك دورت، عفوا أرت دورت، زيادة دورت. كرك بيش أرت دورت، تمام. كرك سيكيز أرت وش، تمام. إذا بنلاحظ نحن السلسلة إيش بلشت؟ أرت دورت. طيب آخر رقمين هون أرت دورت. فإيش الفرق؟ هذا فقط أرت وش، هون إجت زيادة فقط ثلاثة. ثلاثة، هذا الرقم غلط، يجب أن يكون كرك دوكوس، فمنأشر عليه أن هذا الغلط، لأن السلسلة زيادة أربعة أربعة أرتان دورد دوردار أرتان، هون عنا أوتشار أوتش أضافة ثلاثة. طيب هون لدينا يرمي دوكوس، يرمي ألتي إكسي أوتش. 26 23 اكس 3 لدينا بنقص 3 3 يرمي انا هون اكس 3 ايضا، ولكن هون اكس 2، هون لدينا ايضا اكس 2. اذا المشكله في هذا العدد، نقصنا فقط 2، لازم نقص 3، لازم يكون لدينا اون يدي. طيب هنا لدينا كرك كبير، كرك كوتش، كرك بيش. هنا نلاحظ زيادة اثنان، وهنا زيادة اثنان، هنا زيادة واحد. إذا هذا الخطأ هنا في هذا العدد كركالتي. طيب نشوف السؤال الذي يليه. عجب أوراندكمة، هون عم يسألنا هل تعلمنا، يعني احنا عم نستفسر عجب تعلمنا أو كيف تعلمنا أو شو تعلمنا. فنحن بنحاول انه بنشوف هاي الاسئله ايش تعلمنا فيها، مراجعه وبنحل سوا. من اشادكي ساي اورنتونون قرال هانجي سيتشينكتا دورو فيرلمشتر. هلا نحن عندنا سلسله، ايش هي القاعده اللي بتعبر عن هاي السلسله؟ يرمي سيكيز، يرمي بيش، يرمي كي. ايش بنلاحظ هون؟ عندنا عم ينقص ثلاثة ثلاثة. اول شيء عم ينقص يعني ازالان او ازاليو حسب ما يكتبه، هاي أول شغلة. ثاني شغلة الرقم ثلاثة وش، هون لدينا إكس وش، وهكذا. أنا سايلر وشار أزل أزلرك صل سرلانيو، يعني عم ترتب هاي السلسلة بالتناقص ثلاثة ثلاثة، المفروض تكون صحيحة، ولكن نتأكد. وش عم يقولنا؟ سايلر وشار أرترك أرترك سرلانيو، هاي إيش مكتوب عنا هون؟ أرترك يعني زائد، ولكن نحن لدينا هون ناقص، فهي غير مقبولة. هنا بدنا سايلر إكيشار أزالرك سرلانيو، الرقم اثنان غلط لأن نحن كتبنا فوق ثلاثة. إذا السلسلة الصحيحة التي تعبر عن السلسلة الصحيحة هي أ سايلر وشار أزالرك سرلانيو، يعني عم يرتب بالإضافة بالتناقص ثلاثة ثلاثة. طيب السؤال اللي بعده، أشادكي ساي أورنتو سندا كورالا بوزان ساي هانجي سدر. أي رقم من هاي الأرقام عم يخرب أو عم يشرك السلسلة أو عم يقطع السلسلة أو النمط؟ يرمي وش؟ يرمي يدي، هون عنا شاد أرتي دورت، أرتي دورت وطوز بير، أرتي دورت وطوز بيش، أرتي دورت وطوز دوكوس، أرتي دورت كركوتش، ولكن هون عنا شاد كاتب ارتوتش، فالرقم الغلط هذا كركيكي، كركيكي جي سيتشنك. طيب بنشوف السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده هون عم يقول لنا الشادكي اورنتودا النمط في الاسفل، يرنا هانجي ساي جيل ماليدر، يعني في المكان هون إشارة الاستفهام يرنا صور إشارته، أي واحد لازم نكتب. طيب نشوف نحن الرقم شلون مكتوب. هون عنا أوتش أون أوتش، يعني شاد زيادة عشرة، هارت أون هارت أون هارت أون، يرموتش يرموت أوتوزوتش، كركوتش هارت أون كرك هارت أون، إليوتش هارت أون، أطمش أوتش أطمش أوتش. أ سيتشنكتي. أشادكي ساي أورنتوسونون
كورالي يظنز. اكتبونا قاعدة اكتبونا القاعدة النمط اون يدي يرمي بير معنا ايش مكتوب عنه هون ارتي دورت ارتي دورت فايش مكتوب هون دور دار دور دار دور دار ارتان أورون تو دور يعني تكتب هذه السلسلة بالزيادة ثلاثة أربعة أربعة حنا هون السؤال الأخير بنتهي الدرس هذا أو الموضوع موضوع الدرس هذا عنا الشادكي صي أورنتو لارندا كراد بوزان صيلر بولوب بوينز بوينز هلا ما في مشكلة من لونهم أو ما من لونهم طيب من لونهم بالأسود ما في مشكلة إحنا عنا on which هون عنا زاد on يدي زاد أربعة يرمي بير زادت أربعة يرمي بيش زادت أربعة يرمي دوكوز زادت أربعة أوتوزيكي هون زادت ثلاثة إذن هذا غلط لما تلونه انتم باللون اللي بدكم اياه اصفر احمر اللي هو ولكن انا ما بقدر الون اكثر من هيك مشان يضل الرقم مبين اوتو زيدي طيب عندنا هون كرك يدي كرك بيش هو ناقص اثنين كركوش ناقص اثنين كرك ناقص ثلاثة اذا كرك غلط هو اللي لازم كاتب لنا كرك اكي هون عندنا ناقص اثنين كرك اكي هنا لازم كر كبير اوتوز دوكوس اوتوز يدي اوتوز بيش وهيك بيكون انتهى درسنا اليوم اللي هو كنا عم نحكي فيه عن السلاسل او الانماط بتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا بهذا الدرس وبتمنى التوفيق للجميع اذا عندكم اي استفسارات اكتبوا لنا اياهم بالتعليقات وان شاء الله بنجاوبكم عليهم وبالتوفيق للجميع يعطيكم العافية